الجزائر، هذه الحاضرة العريقة الوجود منذ الأزل، موطن التاريخ العتيق والحضارات المعتقة بعبق الأخبار الخالدة. كل شيء فيها يبدو مميزاً، يكتسب أسراراً حضارية دفينة لترويها عبر فصول زمنية ملهمة. أسدت فكر المؤرخين والكتاب، وأسالت أبحراً من الحبر لكتابة تاريخها وتمجيد سير شخصيات ذات دور بارز في مسرح الأحداث التي عرفها العالم قديماً. فبعد رسو الحضارة الفينيقية على سواحلها الفاتنة، ستبرز الحضارة النوميدية العظيمة بقوتها وسيادتها. حوالي القرن الثالث قبل الميلاد، انتظمت القبائل الأمازيغية المترامية عبر شمال إفريقيا في هيئة ممالك. امتد إقليمها من صحراء ليبيا شرقاً إلى جبل طارق غرباً، ومن البحر الأبيض المتوسط شمالاً إلى الصحراء الكبرى جنوباً. تمثلت أبرز هذه القبائل الممالك في كل من الجيتول، الجارامانت، المور، الماسيل والمساسيل. عاشوا في هيئة اتحادية قبلية مبنية على الأسرة، يحكم كل قبيلة زعيم أو ملك من أسرة ذات جاه ونفوذ وحكمة، وعادة ما يكون كبيرها. تضمن هذا التنظيم أيضا مجلس القبيلة المتكون من كبار قومها، فيما يجتمع هذا المجلس كل 3 أشهر مع بداية كل فصل. ماسيسيليا هي إحدى الممالك النوميدية البارزة في الجزائر، عرفت بتسمية نوميديا الغربية، الميزايسيل ومملكة مازيسولا، وقد نشأت على ضفاف وادي تفنى بالغرب الجزائري. امتدت أقاليمها من نهر ملوية غربا إلى رأس بوغارون شمال سيرطة شرقا، ثم تقلصت حدودها إلى نهر شلف. تزعم مملكة ماسيسيليا الملك سيفاكس ثم ابنه فيرمينيا، وقد اتخذ من سيغا عنتيموشنت حاليا عاصمة لها. مدينة سيغا هي على ضفة نهر التافنة اللي كان في هذاك الوقت نهر يعني امبورتون، نهر كبير، وهي مقابلة لجزيرة أكرا كما ذكرها سكيلاكس، مقابلة لجزيرة أكرا، وهي يعني ماشي بعيدة على البحر، يعني على حوالي 4 كيلومترات من مصب والتافنة. وحنا نشاهدوا أن تانيك الموقع هو محاط بجبال، عندنا جبال سقونة، 7 شيوخ، جبال طرارة، وهذا ما يجعل من مدينة سيغا أنها موقع أولا استراتيجي هام. تميزت ماسيسيليا بقوتها وازدهارها، فقد عمل سيفاكس على جعلها مملكة شاسعة. اعتمد في ذلك على مواردها الفلاحية المدرارة، كما طور التجارة مع ألميريا بفضل ميناء سيغا، مرفا أرشجون ومرسى المداغ. كان يملأ كل هذه المنطقة المتواجدة هنا، هذا السهل الذي نراه اليوم كان كله مملوء بالمياه، وكان يمكن للسفن أن تمر من خليج شاطئ رشقون، تمر حتى تصل إلى هنا إلى مدينة سيغا. ولهذا لعبت هذه المنطقة لعبت دور مهم في المتاجرة بين ضفتين
الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والضفة الشمالية نظرا لقربها من إسبانيا. كذلك من هنا مباسط التي كانت ترسو فيها السفن وكانت تجلب السلع من مختلف مناطق البحر الأبيض المتوسط، وما يدل على ذلك الفخار المتعدد الأنواع من كل مناطق البحر الأبيض المتوسط. سك سيفاكس عملة خاصة بمملكته، وقد حملت مقومات ماسيسيليا بكل تفاصيلها. نقود النوميدية خاصة نقود الملك سيفاكس التي كانت على قطعتين أو على مجموعتين. المجموعة الأولى للملك سيفاكس التي هي الأقدم وكانت في ما بين 220 قبل الميلاد حتى 213 قبل الميلاد. هذه المجموعة كان يظهر فيها الملك سيفاكس بملامح الشخص الأمازيغي لغوا نوميد. كذلك في بعد 213 طبع سيفاكس مرة أخرى عملة أخرى والتي يظهر فيها الملك سيفاكس بتقليد هيلينيستي، نرى فيه التاج ونرى فيه كذلك تطور العملة، حيث كان في المجموعة الأولى ينظر نحو الشرق، نعتقد بأن في ظهر هذه العملة كان ينظر الفارس على الشرق. لماذا؟ لأن توجهات الملك سيفاكس كانت نحو المملكة الماسيلية وكذلك نحو القرطاج. بعد 213 فأصبح الفارس ينظر إلى جهة الغرب، وهذا بعد تحالف الملك سيفاكس مع القرطاجيين وكذلك رغبته في الظهور كما نقولوا كمحارب للقوى الرومانية. الحاجة المميزة لها هي البرنوس النوميدي. في ظهر العملة مكتوب باللغة البونيقية سيفاكس الملك. وصف استرابون مملكة ماسيسيليا وخيراتها قائلا: ماسيسيليا مملكة غنية جدا، فقد توفرت على الكثير من النقود والجنود. البعض منهم يقطنون أراضي تغل مرتين في السنة صيفا وربيعا، وإن طول ساق نبات القمح يصل إلى مترين، وسمكه كان يبلغ سمك الأصبع الصغير. لا يبذرون في الربيع حيث كانوا يكتفون بكشت الأراضي بالمكنسة من الغصن الشائك، والحبوب التي تقع على الأرض خلال الحصاد تكفي لإعطاء محصول كامل في الصيف. هيرودوت من يذكر شمال إفريقيا يقول لك القبائل هذيك اللي كانت عايشة تما كانت تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات، حيث أنه قال أنهم كل السكان كان لهم الحظ في قطعة لحم كوتيديان يعني كل يوم، والحليب، وذكر حتى الجبن. يعني هذا ما يعني أن كي تشوف مؤرخ كما إيرودوت اللي هو يوناني يعني ويزيد الديتاي تاع الجبن، هذا ما يدل أن وكل السكان يعني تاع الاخر كان لهم هذا ما يبين ازدهار يعني المدينة من الناحية يعني فوالا الاقتصادية. يعتبر الضريح الملكي النوميدي بعنت موشنت من أبرز المعالم الأثرية التي تعود إلى مملكة ماسيسيليا. ينسب إلى سيفاكس وابنه فيرمينيا، ويعود تشييده إلى سنة 220 قبل الميلاد. فحسب الكتابات القديمة طلب الملك سيفاكس دفنه هنا ليرى مملكته تتوسع من بعده. هو معلم جنائزي هام
تم اكتشافه دائما من هذا العالم اللي هضرنا عليه بزاف وهو غوستاف فيلمو في 1961، حيث انه جاء وشاف تراكم يعني تاع حجاره يعني غريب، وقام يعني باول حفريه يعني لا في لو ديغاجمون، لو ديغاجمون كي شاف هاد لي بلوك دو بيير هادو يعني هاد الحجاره الهامه هادي، خمم لي بلي راه كاين. هو في اول الامر كان يظن انه ستانتيمولي ما كان هذا، على اختار يعني على اختاروا هذا المكان انه اولا الدومين يعني يطل على مدينه سيغا، كذلك احنا كي درنا يعني درنا يعني التنقيبات ماشي تنقيبات يعني نقولوا دي بروسبكسيون هنايا كي نتمشاو منا نلقاو دوتر تيمولي، كاين يعني قبور واحده اخرى، هذا كان يعلو حوالي 30 متر، يعني كان برج يعلو 30 متر، وهذا ما يعني عند لي ديناستي هادو باش يعني كما نقولوا يبينوا الهيمنه تاعهم. شيد الضريح بحجارة كلسية ويأخذ شكلا سداسيا من الطراز البونيقي واليوناني. يشكل هذا الهيكل قاعدة الضريح، فحسب صورة راكوب التجريدية حملت القاعدة طابقا علويا وجدت به أبواب وأعمدة من طراز إغريقي. الجزء الثاني منه الغرف الجنائزية هي غرف جنائزية مقببة أو كما نقول بالفرنسية سي دي شامبر فونيغار فوتي، على شكل نصف دائري، وهو في هذه الأضرحة حدت التقليد البونيقي كان شيء في تلك الفترة في القرن الثالث قبل الميلاد كان شيء قليل نوعا ما، ما يعني أنه واحد من أقدم الأضرحة التي استعملت فيه هذه التقنية. الغرف الجنائزية كذلك عندها خصوصية أنها لا تتواجد تحت المعلم. الخصوصية الأخرى كذلك أنها متعددة وتوجد 10 غرف جنائزية، كما أن المعلم يحتوي على 3 مداخل من بينها مدخل رئيسي ومدخلين ثانويين. شرقي مملكة ماسيسيليا امتدت مملكة ماسيليا، ثاني أبرز الممالك النوميدية وأقواها على الإطلاق، وقد عرفت بنوميديا الشرقية. امتدت أقاليم ماسيليا من سيرتا قسنطينة حاليا إلى طرابلس، ثم توسعت على حساب أراضي ماسيسيليا إلى أن فصل وادي شرف بين المملكتين. تزعم مملكة ماسيليا الإغليد غايا، وقد اتخذ من سيرتا عاصمة لها. استخلف غايا في حكمها نجله ماسينيسا. لقد أيقن زعماء الأمازيغ منذ نشأة أولى الممالك النوميدية أهمية سيرتا، فاتخذوا منها عاصمة لهم لحصانة موقعها الطبيعي، فهي قلعة منيعة ومحصنة. حملها الصخر العتيق بعنفوانه إلى سمو السماء، وارتمى وادي الرمال عند أقدامها كالحارس الملازم لجلالتها. لقد كانت وما زالت النموذج المثالي للمدن النوميدية المخلدة لحنكة وعبقرية الأغاليد، ليكون لها من الخصوصية ما يميزها عما سواها من حواضر المعمورة على مر العصور. تذكر المصادر التاريخية أن المدينة كانت عاصمة لمملكة نوميديا، كانت عاصمة للملك سيفاكس قبل ماسينيسا، ثم ماسينيسا بعد ذلك.
تذكر كذلك هذه المصادر أن المدينة كانت محصنة بأسوار، كما تذكر كذلك أن كانت لها أبواب. وفي المدينة، المدينة كان يقوم عليها دي ماجيسترا، ناس قارين القانون، قضاة، هم الذين يسيرون شؤون المدينة مع ممثلو الشعب، ممثلي الشعب. كان هناك كذلك ممثلي الشعب، وبهذا استطاع ماسينيسا أن يحضر هذه الطبقة، طبقة الفلاحين. ففي الريف احنا قلنا أن ماسينيسا عمل على تطوير الزراعة، ماسينيسا استطاع أن يخلق مجتمع من الفلاحين، وهذا المجتمع تاع الفلاحين كان يسكن في القرى والقرى المحصنة. ونضرب مثال على ذلك بتيديس. تميزت ماسيليا بحضارتها المشهودة ورقيها، شهدت اقتصادا مزدهرا اعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى، وقد أنتجت القمح والشعير بكميات وفيرة. عرفت أيضا بزراعة الأشجار، وخاصة منها الزيتون، الكروم، النخيل والتين. ماسينيسا اهتم كثيرا بالزراعة، لم يقم بهذا الشيء ملكا من قبله، اهتم اهتماما كثيرا بالزراعة وبتخصيب الأرض. لماذا؟ لأنه كان مدرك بأن دوام الملك وازدهار المملكة يقوم على العامل الاقتصادي. ضمت ماسيليا مدنا كبيرة ومتحضرة على غرار سيرتا، تيفست، كالاما، ثاغورا، مادوروس ودوغا. أما شمالا فقد كانت أهم مدنها لوسيكادا وهيبوريجيوس كإقامة فخمة للملوك الأمازيغ. مدينة هيبان كانت إقامة للملوك النوميديين، ويذكر حتى الباحثون في العلم الآثار أنها كانت إقامة للملوك النوميديين أو ملوك مملكة الماسيل بعد تأسيس، مع الأكيد أن العاصمة السياسية كانت سيرتا، أما الإقامة الملكية فكانت مدينة هيبون، فكانت مدينة ثرية جدا كان يعشقها الملوك النوميديون كما ذكرها الشاعر اللاتيني إيطاليكوس. أما من الناحية العمرانية فأكيد أن تخطيط المدينة كان نوميديا بامتياز، فشوارعها لم تحترم حتى في العهد الروماني فيما بعد، لم تحترم تخطيط المدن الرومانية، فنجد أن شوارعها المنعرجات الكثيرة في شوارعها أكيد أنه له علاقة بتخطيط الأولي للمدينة النوميدية. اعتمد سيفاكس وماسينيسا على نظام محكم وحكيم في إدارة أقاليمهما، إذ عين الملك الوزراء، كما زودهم بصلاحيات إدارية واسعة لتسيير الأنظمة المحلية للمملكة. هذا النظام الإداري واللي هو ذو أصول قرطاجية، ماسينيسا لم يعمل على تقصيره، بل أخذ به وأكمل عليه. وهو هذا النظام، ما نقولوا احنا، هذا النظام الإداري ينظم العلاقة التي كانت قائمة بين المدينة والريف. امتلكت ماسيليا وماسيسيليا قوة عسكرية مشهودة بفضل جيش نظامي دائم أغلبه من الفرسان، وقد تضمن الحرس الملكي والمشاة.
وزع على وحدات تحت قيادة ضباط يتولون تدريبه. تسلح بأسلحة دفاعية وهجومية واستخدم أدوات الحصار والفيلة. استعمل الفارس النوميدي حسب وصف سخابون سترة متوسطة تغطي بعض جسده وفوقها درع دائري، فيما وضع على ذراعه الأيسر جلد فهد للحماية، وأما الأيمن فيحمل به رمحا. امتطى الفرسان خيل البارب ذو الأصول النوميدية الذي يتميز بقوامه الصلب والمتناسق وقدرته الخارقة على التحمل، وقد اعتبر من أفضل الخيول في الحروب والمعارك. فرسان مملكة نوميديا الذين كانوا رماة بارعين خاصة في رمي الرمح بدقة متناهية، يمتطون أحصنتهم لمدة طويلة جدا، وهذا دليل على أنهم كانوا أقوياء في البنية الجسدية، وكانوا أيضا يتمتعون بشجاعة خارقة. نضيف شيئا آخر وهو الميزة التي كان يتميز بها فرسان نوميديا، وهو البرنوس هذا الذي كان يصنع من صوف الماشية بصفة عامة، وفي أغلب الأحيان كان لونه أبيضا بما أن الجو في بعض الفصول كان نوعا ما باردا. كان الفرسان النوميديون شوكة في حلق العدو، إذ يقومون برمي مكثف للرماح والسهام على العدو ومحاصرته، ثم تغلق عليه المنافذ في دائرة تعرف بدائرة كونتابريك. وبعدها يستدرج إلى ساحة معركة لا تلائم الخصم، ثم القتال بالتراجع. لقد كان للنوميديين ملوكا ومقاتلين الدور البارز في كافة الحروب البونيقية الثلاثة التي دارت رحاها لأكثر من 100 سنة، بين 264 قبل الميلاد إلى 146 قبل الميلاد. اشتعلت نيران هذه الحروب بين روما وقرطاج، أكبر قوتين متنازعتين على أقاليم النفوذ في حوض المتوسط آنذاك. حنبال قائد الجيش القرطاجي انتصارات تاريخية بفضل الخيال النوميديين في حملته المشهورة ضد روما خلال الحرب البونيقية الثانية بين سنتي 218 و201 قبل الميلاد. قاد ماسينيسا إثرها فرسان نوميديا والجيش القرطاجي في معركة إسبانيا، أي إسبانيا حاليا، وعمره لم يتجاوز 20 سنة، أين حقق انتصارا معتبرا. اجتازوا بعد هذا النصر مع حنبال بعدتهم من أسلحة فيلة وأحصنة جبال البيريني الصعبة، بلاد الجول والألب، وقد أحرزوا انتصارات عظيمة في معركة كانت تاريخية من سنة 214 قبل الميلاد. كان ماسينيسا في إسبانيا مع الجيش القرطاجي. لما مات أبوه جايا
آثر العرش عمه، ولكن عمه كان طاعن في السن، فعملت قرطاج مع تواطؤ الملك سيفاكس بأخذ ملك ماسينيسا، وهذا ماسينيسا لم ينساه وحاول بشتى الطرق استرجاع هذا الملك، وانتظر الفرصة المناسبة، والتي هي معروفة في التاريخ، تاريخ الميديا وتاريخ شمال أفريقيا، قدوم الرومان. اغتنم سيفاكس فرصة غياب ماسينيسا والتحالف الجديد ليضم سيرتا لمملكته ويجعلها عاصمته الثانية، كما زوجه أسدروبال ملك قرطاج ابنته سوفونيزم خطيبة ماسينيسا سابقا. في خريف 206 قبل الميلاد عاد ماسينيسا بجيشه إلى نوميديا بعدما بلغه ما حصل من أجل استعادة حقه في العرش الماسيني. عبر مضيق جبل طارق المعروف حينها بأعمدته العقل، ودخل مملكة المور أين استقبله ملكها باغا ووضع 4000 جندي في خدمته. استقبل ماسينيسا في حدود سيرتا 500 فارس من رعايا المملكة، كما انضم إليه أنصاره والمخلصين لوالده غايا. هاجم جيش سيفاكس وعلى رأسه كبير قادته بوكار ماسينيسا، فحققوا انتصارا خاطفا عليه. بعد هذه الحادثة ساد الاعتقاد بأن ماسينيسا لقي حتفه، غير أنه لجأ إلى جنوب الأوراس حيث قبائل الجيتول لاستعادة قواه وإعادة تنظيم جيشه، ثم الزحف نحو خصومه من جديد واسترجاع كل نوميديا موحدة من شرقها إلى غربها. تعتبر منطقة غوف إن صح القول هي من ضمن الأماكن التي استطاع الملك ماسينيسا بعد تقهقر الجيش تاعو، كان أعاد تكوين الجيش تاعو في هذا المنطقة، وقام بتكوين المملكة وحتى وصل إلى تأسيس العاصمة نوميديا في كيرتا. المعروف على قبيلة أو قبائل الجيتول يعني هي الفارة إلى الصحراء أو إلى خط الليمس، كما هو معروف تاريخيا أن قبائل جيتول لم تخضع للاستعمار، لذلك التجأ إليها ماسينيسا في محنه إن صح القول، لأنها كانت تتميز أو كانت يعني النواة الأصلية لهذا المنطقة ولا تتقبل أي مستعمر خارج حدود شمال إفريقيا. في العام 206 قبل الميلاد سعت كل من روما وقرطاج لكسب تحالف النوميديين لإنهاء الصراع بينهما. شهدت هذه السنة أي 206 قبل الميلاد أول مؤتمر صلح بين أبرز القادة والقوى في حوض المتوسط، ممثلين في سيبيون من الجانب الروماني وأسدروبال من الجانب القرطاجي. انعقد المؤتمر في سيغا عند موشنت الحالية بقيادة سيفاكس الذي أصر على الصلح بين الطرفين وتجنيب المنطقة حربا ضروسا. المؤتمر انعقد
هذا في أرض محايدة بين ممثل قرطاجي هو أزدربال وممثل روما وهو شيبيون سيبيو، وفي أرض محايدة وعلى أرض إفريقية. وكان دور كبير لسيفاكس في هذا المؤتمر، يعني وهنا يعني نؤكد على قيمة هذا الملك النوميدي، هذا الملك مملكة المزيسيل، لأنه يعني أجبر أكبر يعني أكبر القوى الموجودة في المتوسط للتحادث لإيجاد يعني أرضية للتفاهم ونهاية الحرب. إن القرطاجيين أجانب عن بلادنا. عرف ماسينيسا بعدائه للقرطاجيين والرومان في آن واحد، فكلاهما غريب عن بلاد الأمازيغ نوميديا، ولذلك يجب أن نسترد منهم من جزعوه منا بالقوة. أصر سيبيون على الحرب، فتحالف إثرها سيفاكس مع قرطاج، أما ماسينيسا فقد تحالف مع روما، فالمعطيات تغيرت والخصم مشترك. انضم بجيشه المتكون من 6000 فارس إلى القوة الرومانية المكونة من 37,000 بين مشاة وفرسان. هاجموا القرطاجيين وسيفاكس في آن واحد فيما يعرف بانتصارات السهول الكبرى بالحدود الجزائرية التونسية التي شهدتها سنة 203 قبل الميلاد. عقب انتصارات السهول الكبرى معركة زاما العام 202 قبل الميلاد. استعملت فيها كل الفنون القتالية والأسلحة ووحدات الجيش والخيول والفيرة. لقد كانت هذه المعركة الشوط الفاصل في الحروب البونيقية، فقد كان النصر حليف سيبيون وماسينيسا في من هزم حنبال وسيفاكس. نحن هنا بمنطقة هنشير لقشبة الموجودة ببلدية ولاد مومن التي تقع في ولاية سقارس، وهي تعتبر على المناطق الحدودية بين الجزائر والدولة الشقيقة تونس. هذه المنطقة هي تعتبر من أهم المناطق الموجودة بشمال إفريقيا وعلى بحر الأبيض المتوسط. لماذا؟ لأنه هذه المنطقة هي التي دارت فيها أعظم معركة في التاريخ، وهي تعتبر من أهم المعارك التي حددت ميزان القوى بين الدولتين، وهي الدولة الرومانية والدولة القرطاجية. لما نتكلم على هذه المعركة، وهي تسمى بمعركة زاما التي كانت دارت رحاها في عام 202 قبل الميلاد وفي إبان الحرب البونية الثانية، يجب الذكر بأن الكفة رجحت للجيش الروماني بفضل القائد العظيم والمحنك ماسينيسا الذي كان له الفضل الكبير في إعطاء الخطة الحربية للقائد سيبيون، لأنه هو من طلب منه بأن يعسكر بالجيوش في المناطق الجبلية والغابات، وقام بإعطاء الأوامر للجنود النوميديين بضرب الفيلة وجلب الأبواق. لماذا؟ لتشتيت الفيلة الذين كان حنبال قام بجلبهم، وهم حوالي 80 فيلا، بالإضافة إلى التقنيات الأخرى وهي فتح الأروقة من قبل فرسان نوميديا. هذه الأروقة التي دخلت فيها الفيلة، ثم قام فرسان نوميديا بتطويق أي وضع العدو في الوسط في وسط الميدان،
ثم الانقضاض عليه بما أن فرسان نوميديا كانوا يمتازون طبعا بالرمي الدقيق بالرماح وبالسهام أيضا في ختام تلك المعركة التي كانت حامية الوطيس انهزم حن بعل هزيمة نكرة. لقد وضعت معركة زاما نهاية لتاريخ حن بعل العسكري والنفوذ القرطاجي في نوميديا ليسترجع ماسينيسا كل الأقاليم ويحقق بذلك مجده ببناء مملكة نوميديا العظيمة محتفظا بسيرت عاصمة لها. لم تكن سيرتا الوحيدة التي استعادها ماسينيسا وإنما سوفونيزم أيضا، فقد كانت في قصره الذي وجد في أعالي المدينة حيث قصر الحاج أحمد باي حاليا. الآلهة، شجاعتك وحتى ثروتك جعلتك سيد قدري، لكن لو سمح لأسيرة بأن تتوسل الحكم لحياتها ومماتها فإنني أتوسل إليك باسم الجلالة الملكية التي أحاطت بنا من قبل، باسم نوميديا، باسم آلهة هذا القصر الذي يدعو أن يصبح أفضل بقدومك. أتوسل إليك أن تمنحني العفو الذي تقرره أنت لقدري، ومهما كانت أحكامك على سجينتك فهي ستكون نعمة بدل الوقوع في العذاب تحت قوة أي روماني. وإن كان الموت هو خلاصي الوحيد فإنني أترجاك أن تمنحه لي. احتفظ سيبيون بسيفاكس بجواره وقد أدلى له بأن مميزات سوفونيزم كانت دافعه للزواج منها والتخلي عن ولائه للرومان ثم التحالف مع قرطاج. هذا ما جعل سيبيون يوجس في نفسه خيفة من قرانها بماسينيسا من جديد وأثرها عليه وإمكانية استدراجه للجانب القرطاجي. سيبيون يطالبك أن تقدم سوفونيزم أسيرة لروما. كيف لسيبيون أن يطلب مني هذا؟ سوفونيزم زوجتي ولن نسلمه إياها. عليك أن لا تحرم روما من جثتها، يجب الامتثال لأوامرها، ثم أطلب ما تريد لتوافق هي على ما يحق لك أم لا. أيقن ماسينيسا بعدم جدوى السبل فذهب لمقابلة سوفونيزم. روما لا يؤتمن لها جانب، ها هي اليوم تريد أن تسلبك زوجتك وغدا ستأخذ منك أرضك. قدري سيكون كقدر قرطاج، الموت سيكون جديرا بمقام زوجة الإيجليدي ماسينيسا ملك نوميديا العظيمة. أفضل أن أتجرع كأس الموت بدلا من الارتماء بين يدي الرومان. Thank you.
تربى عام سينيسا لفترة طويلة على العرش النوميدي وقد قاربت 60 سنة. نصب حامية عسكرية في مختلف أقاليم المملكة للحفاظ على الأمن والاستقرار، فامتدت أراضيها من مولوشا غربا إلى السرت الكبير شرقا. يعتبر ماسينيسا الذي ولد في ماسكولا خنشلة حاليا سنة 238 قبل الميلاد من أقوى ملوك نوميديا وأشهرهم على الإطلاق بإنجازاته العظيمة وطموحه اللامحدود، فهو أول من وحد نوميديا في مملكة قوية، هذا ما جعله يحظى بحب شعبه وتبجيله. يظهر ماسينيسا عبر الكتابات التشريفية والتماثيل التصويرية في هيئة ملك أو إمبراطور نوميدي قوي ومحارب مستعد للمعارك. يرتدي لباسه الملكي المميز للأغاليد النوميديين ورداء تثبته الميداليات على الكتفين. زين صدره الأوسمة والقلادات وتوج رأسه ذا الشعر المعقود غصن الزيتون. أما وجهه فقد طبعته ملامح نوميدية بارزة بأنف قويم ولحية حادة كميزة للأمازيغ عن غيرهم من الشعوب. حمل بيده الصولجان، أما خصره فقد علق عليه السيف النوميدي الصنع ليكون بهذا الزي الملك والجندي في آن واحد. كان ماسينيسا حاكما ذا استراتيجية قوية في الجانب العسكري والدبلوماسي، إذن أعتقد بأنه هو الذي استغل روما لاستعادة الأراضي التي طالب بها، وهي في الأصل أراضي والده غايا، فكانت هذه هي القطرة التي أفاضت الكأس. كان من أعظم الملوك في ذلك الزمان، هو ابن رئيس قبيلة الماسيل، ومعروف عنه كذلك أنه كان محاربا وقائدا، وكذلك كان شجاعا وقويا. كان يعيش في وسط شعبه، كان قريبا من شعبه، وكان كذلك قريبا من محاربيه. الشيء الذي ساعده فيما بعد على اعتلاء عرش مملكة أجداده وهي مملكة نوميديا. اكتسبت مدن نوميديا جمالا معماريا منفردا في عصر ماسينيسا، فقد زينتها الأعمدة الصخرية ذات الطراز الإغريقي. تبقى مدينة تيديس أو تدارت النموذج المثالي للمدن النوميدية. شيدت قبل القرن الثالث قبل الميلاد على مرتفع منحدر من القمة نحو القاعدة في منطقة جبلية محمية واستراتيجية. تمتد في سفوحها السهول الخصبة والأودية العذبة. يتوفر بها الصلصال الأحمر الذي استعمل للصناعة الطينية ذات الجمال والجودة العالية، فقد عرفت بمدينة الفخار والعباد. في
يقدم لنا الموقع صورا حية عن المغارات والمعابد التي مورست فيها الطقوس الدينية. فهنا نتواجد داخل معبد مترا إله الخصوبة الذي حظي بتقديس كبير. تأثر النوميديون بالممارسات الدينية القرطاجية، فقد تبنوا بعضا من معتقداتهم. هذا ما تبرزه الناقشة النظرية والنصب المعروضة بمسرح كلامة. نلقاو لهنايا شكل اليدين للأعلى، واليدين نعرفوا انه تنو لاحظوهم كيما هكذا، يعني لا بريير صالات، يعني طقوس اللي كانت تقام. كل شخصيه وعندها رموزها. مثلا لهنا نلقاو للطالم سعفه النخيل، النخيل سعفه النخيل دائمه الاخضرار، وبالتالي ترمز للتكاثر، ترمز للخصوبه الى غيره، عندها رموز اخرى. نلقاو كذلك العنب بوم دو بان صنوبر، وكذلك عندنا نموذج لهنا خبز التربيع كما نسميوها حاليا، هاد لا غاليت خبز التربيع مازالت الى يومنا هذا كانت ترمز للخصب الحصاد، الى يومنا هذا مازالت هذا الطقس يقام. فيما سبق كانوا يروحوا للحصاد ويلوحوا هاد القرصه، يقول لك زعما اذا وصلت باش اللي وصلت تاعو يجي عام خير، حصاد مليح الى غير ذلك. ونلاحظوا كذلك انه كاين رمزين، رمز للإلهة تانيت بانيبال ورمز للاله بعل حامون. احيانا نجدوهم انهم يعبدوا الاثنين، بعض الشخصيات تعبد الاثنين، الاله بعل حامون تانيت بانيبال، لكن يفضل اله على الاخر. فنوجدوا نموذج لهنا، وكذلك عندنا نموذج ثاني انه يعبد الاثنين لكن يفضل تانيت على بعل حامون، وهنا نلاحظوا انه يفضل بعل حامون على الإلهة تانيت. يقدم لنا متحف سيرتا نماذج متنوعة من المعبودات والديانات النوميدية القديمة. فهذا النحت البرونزي يذكرنا بالتفاعل المستمر بين الديانات الفرعونية والأمازيغية العتيقة والإغريقية. أما هذا التمثال فيمثل إله الفكاهة والضحك عند الإغريق. يبقى سفنكسيديس البرونزي من أندر وأقدم القطع الأثرية، هذا ما يؤكده ستيفان إكزان إذ قال: هذا التمثال هو من أقدم التحف الفنية الإغريقية المكتشفة بالجزائر، وقد أهدي إلى زعيم أمازيغي حوالي القرن الرابع قبل الميلاد بواسطة تاجر فينيقي. عرف ماسينيسا بتقديسه للشمس والقمر وتمجيده لهما، إذ ردد عبارة الشمس الآلهة العظيمة، وقد وجدت هذه العبارة في موقع مادور. سولو ديو انفيكتو. على بعد 40 كيلومتر جنوب سيرتا قسنطينة وبمنطقة المعذر الأوراسية، يقدم لنا أحد أبرز وأقدم المعالم المعمارية الأثرية في الجزائر نموذجا عن تقاسيم الفن المعماري النوميدي. معلم إمدغاسن أو مدغيس أو مدغوس هو ضريح نوميدي لملك زيناتي. أصل تسمية إمدغاسن كما يقول بعض المؤرخون أنها كلمة مركبة إلى شقين، مدغ مسبوقة بألف الجمع، وسن يعني معناها الملك الثاني. يرجح معظم المؤرخين أنها تعود إلى ملك نوميدي اللي اسمه مدغاسن، وأتى بصفة الجمع نسبة إلى القبور المنتشرة أو المقبرة النوميدية المنتشرة حول هذا
المعلم. تم تشييد ضريح الملكي النوميدي مدغاسن حوالي القرن الرابع قبل الميلاد، هذا بالاستشهاد بالكربون 14 سي 14. إذ نجد ضريح الملكي مدغاسن يستند على قاعدة أسطوانية بقطر حوالي 60 متر، يزين بدن هذه القاعدة حوالي 60 عمود من الطراز الدوري. يعلو القاعدة قسم مخروطي عبارة عن مدرجات، وينتهي بقاعدة أو مسطحة. يحمل القسم المخروطي يحتوي على مدخل يؤدي إلى الغرفة الجنائزية التي تتواجد بمركز هذا الضريح، يصل إليها عن طريق ممر ضيق. استقدم ماسينيس إلى نوميديا الكتاب والمثقفين والفنانين، وتأثر بالحياة الهينيسية الإغريقية وثقافة البونية. شجع على طلب العلم والفنون على غرار الكتابة والمسرح والموسيقى، كما شارك ابنه ميكيبسا في الألعاب اليونانية الأولمبية حيث تحصل على الميدالية المعروضة بمتحف سيرتا حالياً. تفيدنا كتابات أثيني بأنه من عادات هذا الإغليد النوميدي أن يعزف له الفنانون الإغريقيون خلال تناوله وجبات الطعام، وأن استقبل ضيوفه على طاولات بأواني ذهبية وفضية، فلا طالما فضل هو الأواني الفخارية الأمازيغية. Massinissa, c'est quelqu'un qui a créé pratiquement l'état numide. Massinissa هو الذي أنشأ المملكة النوميدية الموحدة التي أصبحت فيما بعد الدولة الجزائرية. Et c'était un roi donc civilisé, considéré même par les Grecs comme un roi. لقد أنجز الكثير لبلده، فكان ملكا متحضرا حتى من وجهة نظر الإغريق. On le voit sur leur façon de se comporter, sur la façon de. أثر بالحياة الهيلينستية في سلوكهم، ويظهر ذلك أيضا من خلال استقدامه للمهندسين وكتاب وشعراء ومثقفين علموهم مظاهر الحضارة الإغريقية. فماسينيسا شخصية مهمة، قدم الكثير لشعبه. استطاع بحنكته وخبرته وقدرته أن يستميل إليه ملوك شعوب أو حضارات البحر الأبيض المتوسط، فكان ماسينيسا من الملوك القلائل الذي داعى صوته في أراضي البحر الأبيض المتوسط وعند شعوب البحر الأبيض المتوسط. تكلم النوميديون في عهده لغات عديدة بفضل احتكاكهم الثقافي بغيرهم، فإلى جانب اللغات الأمازيغية الأم أتقنوا الإغريقية والبونية واللاتينية. ازدهرت في عهده الصناعة والفلاحة أيضا، فمن أعالي سيرتا ابتهج الأغليد ماسينيسا برؤية السهول تتلاحق على مد البصر نحو الأفق، حيث موضع الخيرات الإلهية المغدقة.
أدى التطور الاقتصادي في المملكة النوميدية إلى تداول كبير للعملة، فقد بلغ الاقتصاد النقدي أوجه في عهد ماسينيسا. يقدم لنا متحف الآثار القديمة نماذج عن العملة النوميدية وخصائصها. حملت القطع النقدية التي أصدرها ماسينيسا مقومات نوميديا السياسية والثقافية والدينية والعسكرية. استطاع أن يطور التجارة لما أعتلى الملك بشيئين مهمين جدا في ذلك الزمان، هو تطوير العملة وصكها بصفة دائمة، واهتمامه بالأسطول البحري التجاري. لماذا؟ لا ننسى بأن قرطاج كانت تتحكم في الموانئ، موانئ شمال إفريقيا، ولكن لما ذهبت قرطاج واسترجع الملك أصبح ماسينيسا هو من يتحكم في هذه الموانئ. وماسينيسا كان يدرك أن السلام لابي والاستقرار هما عوامل أساسية التي بفضلهما تزدهر التجارة ويزدهر الملك. عمل ماسينيسا على بناء بسطول بحري لائق بالمملكة يضمن حماية واجهتها البحرية من جهة، ويسهل التجارة مع دول المتوسط من جهة أخرى، وخاصة منها المدن الإغريقية كارودوس وأثينا وديلوس. في سنة 200 قبل الميلاد قام ماسينيسا بتصدير 200 ألف صاع من القمح إلى مقدونيا، ووصل في سنة 170 قبل الميلاد إلى تصدير مليون صاع من القمح النوميدي إلى كل الأقاليم، وخاصة إلى الجيوش الرومانية التي كانت تحارب في مقدونيا وفي بلاد الإغريق. فأكيد هذه المدينة كان لها دور تجاري مهم جدا ودور اقتصادي، وانعكس ذلك في تخطيطها العمراني وفي معالمها العمرانية ككل. في العام 149 قبل الميلاد توفي ماسينيسا عن عمر ناهز 90 سنة، وتخليدا لذكراه شيد له ضريح في مرتفع يشرف على المدينة كدلالة على سيادته الروحية حتى بعد وفاته. يعد ضريح ماسينيسا المتواجد في الخروب من أجمل المعالم الأثرية النوميدية. هو ضريح بثلاثة طوابق، ضريح بثلاثة طوابق، القاعدة وهو ما تبقى من هذا المعلم، ثم تعلوها طابق أول، بقي بعض الأجزاء من هذا الطابق الأول، طابق ثاني، ولكورنمون الطابق الذي يتوج المعلم. هذا النوع من الأضرحة انتشر خاصة في القرن الثاني قبل الميلاد، ونجد مثل هذا النوع من الأضرحة في سيغا في الغرب الجزائري، وفي صبراطة في ليبيا، نتكلم غير على شمال إفريقيا، وفي دوغا بتونس. يتميز بهذا الديكور اللي هو على شكل دائري اللي ترونه من ورائي، سي لا فورم دان بوكليي، الدرع، وهو درع معروف في ذلك الزمان وخاصة عند اليونان، الدرع الدائري، وانتشر كذلك هنا في شمال إفريقيا في الفترة البونية خاصة. إذن هذا يرمز إلى الدرع، ماهوش ميدايون كما يعتقد بزاف الناس. هذه النقطة الأولى اللي يتميز بها ضريح ماسينيسا. النقطة الثانية اللي يتميز من حيث المعمار والديكور الفني، هذه الأعمدة المستقلة عن الطابق الثاني
هذا نوجدوه الا في ضريح ماسينيسا. ثم هناك سكون ابل لو فرونتون تريونغولير على كل واجهه، هذا الشيء ما نوجدوش في الاضرحه التي تنتمي الى هذه العائله. اكتشف بالضريح اثاث جنائزي قيم يعرض اليوم بمتحف سيرتا. يوحي هذا الاثاث بقيمه ماسينيسا وملامح حياته الملكيه والعسكريه، اذ تضمن معدات تخصه كالدرع، السيف، بوق الحروب، خوذة وصواع من فضة، إلى جانب قوس ورمح وميدالية. خلف ماسينيسا عددا كبيرا من الأبناء، غير أن 3 منهم فقط سيكونون مؤهلين لحكم نوميديا، وهم جوليوسا، مانستابال وميكيبسا. في القرن الثاني قبل الميلاد، قبل وفاة مكاوسن ابن ماسينيسا، يوصي أبنائه وصية ما أحوجنا إليها اليوم، يقول لهم إني تارك، وهو على فراش الموتى، إني تارك لكم عرشا قويا إن أحسن سياساتكم، ضعيفا إن لم تحسنوها، فبالوحدة والاتفاق تقوى الدول الصغيرة، وبالتفرقة تنهار أعظم الدول، فما أحوجنا لهذا النص اليوم. كذلك هي البدايات الحضارية لتاريخ الجزائر اليوم ونوميديا الأمس. أبناؤها صنعوا أمجادا وبطولات عظيمة. هي بلد الفرسان والأحرار منذ عصور العالم الأولى. هي كذلك بدايتها البطولية واستمرار هويتها الأصيلة في السجلات الخالدة. فلطالما كانت الانتصارات بداية الحياة والتقويم والتاريخ والوجود في حد ذاته.